اما قصص اخرى طبعا هي كانت يمكن الابرز عام 2017 قصه انقاذ العائله اللي سقط عليها المنزل في الموصل. احنا كنا فريق اعلام حربي انا ومجموعه من شبابنا، ووصلنا مع الاخوه بالشرطه الاتحاديه في الموصل في الجانب الايسر، فلقينا انه عائله تحت الركام، يعني سقط عليها المنزل بسبب العبوات الناسفه اللي يحملونها الدواعش وايضا قصف ما يسمى بالتحالف يعني الطيران الامريكي، قصفوا هذا المنزل والعائله تحته. هنا خيرنا نفسنا كرار ما بين انه نكون اعلاميين ونصور ونوثق ونحصل على سبق صحفي، وما بين انه نكون يعني نتميز بالانسانيه ونترك الجانب المهني ونروح على الجانب الانساني. معركه داخليه صارت، سبحان الله، هي توفقنا بانه الجانب المهني بقينا، بقت الكاميرات داير وتصور عندي كاميرا الخوذه، وتم انقاذ العائله والحمد لله والشكر. هذه قصه ما ممكن انساها.